ده الدرس ده المفروض اسمه كوردينيت بلين. كوردينيت بلين ايه بقى الكوردينيت بلين؟ ان هو بيديني كده ده ستريت لاين اهو، بيسموه اكس اكسس، يعني الستريت لاين ده بيسموه اكس اكسس، بيكتبوا عليه من هنا اكس ومن هنا اكس داش، يبقى بنكتب عليه من هنا اكس ومن هنا اكس داش. طيب اللي في عندنا بقى واي اكسس، واي اكسس بنكتب عليه ايه؟ بنكتب عليه عامل كده بيربنديكولار على ده كده، يكتبوا عليه من فوق هنا واي ومن تحت هنا واي داش. طب ايه بقى الداش دي؟ قال لك ان هنا هيبقى ده بوزيتيف، يعني مثلا ده زيرو. طيب يبقى ده بيسموه، ده عندنا دلوقتي في حاجه اسمها اكس اكسس، اكس اكسس، وده بيسموه واي اكسس. تمام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وده بيسموه البوينت اللي في النص دي بيسموها اوريجين بوينت، البوينت دي كده اللي هي دي بنسميها اوريجين بوينت، لازم اكون عارف الاسماء دي. اوريجين بوينت اللي هي الزيرو دي. تمام، بتبقى اوريجين بوينت دي بتبقى زيرو وزيرو. طيب دلوقتي لو انا ملاحظ حاجه، الاكس اكسس والواي اكسس قسموا لي الصفحه بفور كوادرانت، كوادرانت يعني ربع، ادي ربع وادي ربع وادي ربع وادي ربع. طيب فهيسموا ده ايه؟ هيسموا ده فيرست، ممكن نختصرها 1 اس تي وخلاص، فيرست كوادرانت، وهنسمي ده سكند كوادرانت. ساعات بيختصروها كواد، يعني بدل كلمه كوادرانت يكتبوا كواد كده. طيب ماشيين ازاي بقى؟ ده فيرست، ده سكند، ده ثيرد اللي هو ده اهو، ده كده وده كده، يسموه ثيرد كوادرانت، واخر واحد ده يسموه ايه؟ فورث. اكتبها تحت شويه عشان لما اكتب النمبرز. ده بيسموه ثيرد كوادرانت، وده يسموه فورث كوادرانت. طيب هم عملوا من هنا اكس ومن هنا اكس داش ليه؟ لان الزيرو هيبقى في النص، واحنا ماشيين كده يمين هيبقى بوزيتيف، يعني هنا هيبقى ده ايه؟ بوزيتيف 1 بوزيتيف 2، ساعات بيعملوها نقطه كده وساعات بيعملوها شرطه، بوزيتيف 3 بوزيتيف 4 بوزيتيف 5، وماشي بقى على طول لحد لما نكبر شويه ان شاء الله هيسموا ايه؟ هيسموا النهايه هنا انفينيتي، الرمز ده اسمه انفينيتي، اعرفيها من دلوقتي يعني، بس هو مش عليكي دلوقتي بس اعرفيها يعني، بيسموه انفينيتي. الله اكبر الله اكبر الله العظيم. ومن هنا بقى يبقى يعني الاكسس من هنا بوزيتيف ومن هنا نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 وهكذا، مش لازم لحد 5 يعني، ممكن يكمل عادي يعني، ممكن يبقى هنا من هنا لحد 6 ومن هنا لحد 5 عادي، او لان هو مكمل ده ستريت لاين ماشي كده وكده، يبقى من هنا بوزيتيف ومن هنا نيجاتيف. طب احنا عارفين طبعا الناحيه اليمين بتبقى احسن من الناحيه الشمال، فالناحيه اليمين هي الايه؟ الحاجه الكويسه اللي هي البوزيتيف، والناحيه الشمال الحاجه اللي مش كويسه اللي هي ايه؟ النيجاتيف. طيب برضو اللي فوق بيبقى افضل من اللي تحت، يبقى اللي فوق هي ال1 او البوزيتيف 1 2 3 وهكذا 4 5. والله عايز حاجه هنا، بنكتب النمبرز تحت الستريت لاين، هنا بنكتب النمبرز على شمال الستريت لاين 6 مثلا. طبعا ممكن احط ارقام براحتي يعني، ممكن لحد مليون يعني عادي براحتي يعني، مش لازم يعني هنا ده خلص على 6 يبقى ده لازم على 6، انا ممكن ازود يعني عادي. طب هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5، يبقى ده كده ايه؟ يبقى فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف، يمين بوزيتيف وشمال ايه؟ وشمال نيجاتيف. تمام؟ طيب صورها بس دقيقة. طبعا من هنا بيبقى انفينيتي لما نكبر شوية، وهناخد من هنا ان بيبقى ايه؟ في النهاية هنا بينتهوا عند ايه؟ عند نيجاتيف انفينيتي.
كذلك الواي اكسس بيبقى فوق هنا بوزيتيف انفينيتي وتحت هنا ايه؟ نيجاتيف انفينيتي. بوزيتيف انفينيتي وتحت هنا نيجاتيف انفينيتي. بس طبعا انفينيتي دي يعني لسه مش علينا دلوقتي، يعني ممكن ناخدها في ايه؟ في بريب كده او في الميدل، او ناخدها في الهاي سكول يعني. بس انت يعني عرفاني دلوقتي عشان انت شاطره، فانا ايه؟ بعرفها لك من دلوقتي يعني. هيقول لي انا كويشنز ايه او اكسرسايز، هيقول لي هنا ديتيرمن، ممكن يقول لي ايدنتيفاي ذا كوادرانت ان ويتش each point lies. ممكن يقول لي determine the quadrant or axis. or axis ماشي in او on each point lies. طيب وبعدين يديني هنا بوينتس بقى كده اهو. وممكن يقول لي ايه كمان؟ بلوت ذا بوينتس اند بلوت ذا بوينتس. بلوت ايتش بوينت. يعني ايه بلوت؟ يعني احنا هنحطها على الرسم. نيجاتيف 3 وممكن يسمي لي قبلها كده مثلا ايه؟ ساعات يسموها ايه مثلا؟ بوينت ايه مثلا 3 اند 4. بوينت اي نيجاتيف 2 اند 3. نمبر 3 بوينت سي نيجاتيف 3 اند 1. بوينت 4 3 اند نيجاتيف 2. بوينت 5 هو جايب لي البوينتس دي بيقول لي بقى ايه؟ صوران بالكاس الاول بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ديتيرمن ذا كوادرنت وذين ايه؟ بلوت ذا بوينتس، او بلوت ذا بوينتس وذين ديتيرمن ذا كوادرنت. طب فانا هعمل ايه؟ اهو هقوم انا عامل كده الاكس اكسس والواي اكسس بتاعتي اهو كده. طبعا ده اكس اكسس هكتب هنا اكس وهنا اكس داش، هنا ده واي اكسس هعمل هنا واي، هنا تحت هعمل ايه؟ واي داش. مستر هو ده زي الكويز صح؟ يعني اكسرسايز. لا انا هحله معاكي بس اصبر، انا بس هتفهمي بعدين، انا هخليك مثلا تعملي. طب هكتب هنا طب زيرو. ينفع اروح اشرب ميه بسرعه؟ اتفضل اتفضل. ديتيرمن ذا بوينتس، فانا باجي ايه؟ او بلوت the points. كلمة plot دي يعني عايز احط البوينتس دي هنا على الكوردينيت بلين او البتاع دي اللي هي اكس اكسس واي اكسس. طيب فانا اقوم عم ارسمها، هكتب هنا 0 1 2 3 4 5. طبعا في الامتحان انا بقسمها في الجراف، وهنا ممكن اعملها بالايه؟ بالمسطره يعني مؤقتا بس عشان ايه؟ مش لازم يعني يكون معانا ورقه جراف دلوقتي، ممكن اعملها بالمسطره عادي، بس يعني نحاول نخلي المسافات ايه؟ متساويه يعني. طب بالنسبه للواي اكسس هيبقى فوق بوزيتيف،
عادي يعني، ممكن ده يبقى ماشي لحد 5 وده لحد 7 عادي، مفيش اي مشاكل يعني، مفيش اي مشاكل. بعدين هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. ومش لازم يعني ان انا ايه ده واصل ل 7 يبقى ده لازم يوصل لنيجاتيف 7، مش شرط يعني عادي. طيب اول بوينت ايه؟ 3 اند 4. قالوا بقى ان ايه؟ ان اول واحده دي بيسموها اكس كو اوردينيت. اكس كو اوردينيت. طب وتاني نمبر ده بيسموه ايه؟ بيسموه واي كو اوردينيت. يبقى ده كده اكس كو اوردينيت وده واي كو اوردينيت. طيب يعني من الاخر ال 3 دي على الاكس، هم انا راح مدور على ال 3 بتاعت الاكس. اهي. طب احط عليها بوينت؟ لا. ال 3 جايه مع مين؟ مع 4. الفور دي على الواي، فين الفور بتاع الواي؟ اهي. يبقى انا هطلع من قصاد ال 3 بتاعت الاكس، يعني اول لو قال لي 3 بتاع الاكس حطيت عليها القلم بتاعه. هطلع منها لحد قصاد ال 4 واحط نقطة. يعني هطلع من 3 بتاع الاكس لحد قصاد ال 4، اطلع بقى عادل بقى، بيبقى في خطوط في كراسة الجراف كده، خطوط رفيعة كده. اطلع لحد قصاد ال 4 بحيث ان ايه؟ يعني تلاقي الخطوط اللي هي في الجراف، بحيث اللي هي الخطوط الرفيعه دي متقابلين مع بعض في البوينت دي، ده كده وده كده، تحس ان الخط ده والخط ده اتقابلوا في الايه؟ اتقابلوا في البوينت دي. بس انا طبعا مش هعمل خطوط، انا مش هعمل خطوط، انا بقول يعني ايه؟ احنا هنطلع من 3 لحد قصاد الفور ونحط بوينت، وهنكتب عليها ايه؟ هنكتب عليها ايه؟ عشان دي بوينت ايه؟ وممكن نكتب جنبها 3 اند 4. احنا اتفقنا ان ده عندنا ايه؟ ده الفيرست كوارت. ده كده السكند كوارت. ده كده الثيرد كوارت. ثيرد كوارت. ده الاخير ده ون، ماشيين كده ون ماشيين فيرست سكند ثيرد فورث، ماشيين ورا بعض كده يعني زي السيركل كده، فيرست وان سكند وان ثيرد وان فورث. ده الفورث كواد اهو، ده كده الفورث كواد. طيب هنبتدي بقى نبص دلوقتي البوينت الثانيه كام. هو بيقول لي بقى ايه؟ ديتيرمن ذا كواد، كمان ديتيرمن ذا كواد. خد بالك عشان اديك مساله عليها تمرين. determine the quad، حدد لي الكواد اللي فيه البوينت. مفيش مشكله، البوينت دي طلعت فين؟ في الفيرست كواد، اقوم كاتب له جنبها هنا اهو فيرست كواد. وان اس دي اختصار فيرست، عايز اكتب كلمه فيرست اوكي، هي وان اس دي اختصار لكلمه فيرست، تمام؟ فيرست كواد، او ممكن اكتبها له كلمه كامله اللي هي ايه؟ كوادرانت. نبص على البوينت الثاني، البوينت الثانيه نيجاتيف 2 اند 3. نيجاتيف 2 اند 3، ركزي عشان هتعملي عليها مسائل. هعمل لك بوينت زي دي واقول لك اعمليها بنفس الطريقه. نيجاتيف 2 اند 3، طبعا ده اكس كو اوردينيت وده واي كو اوردينيت. تمام؟ عايز اعملها واي كده مفيش مشكله. يبقى انا هاجي على الاكس، نيجاتيف 2 على الاكس، نيجاتيف 2 على الاكس اكسس، ده الاكس اكسس، فين النيجاتيف 2 بتاعتي؟ اهي. طيب مش هحط عليها النقطه، امال اعمل ايه؟ هو بيقول لي نيجاتيف 2 اند 3. يبقى نيجاتيف 2 واطلع منها لحد قصاد ال 3 اهي. بس يبقى دي البوينت بي اللي هي كام وكام؟ البوينت بي اللي هي نيجاتيف 2 اند 3. يبقى انا كده عملت بلوت للبوينت، بلوت يعني حطيتها كده على الرسم. بلوت ذا بوينت. طيب طب هي موجوده فين دلوقتي؟ موجوده في السكند كوارت. بتبقى موجوده في السكند كوارت. كده احنا جبنا البوينت الثاني. البوينت الثالثه نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 1. طب نيجاتيف 3 ده اكس وده على الواي. نمسك الاول النيجاتيف 3 بتاع الاكس ونحط عليها القلم اهي، وهطلع يا اما هنزل، يعني بمسك بتاعت الاكس ويا اما اطلع يا اما انزل حسب الواي. نيجاتيف 3 على الاكس اهي. يبقى انا هنزل عشان جاي معايا نيجاتيف 1، هنزل لحد قصاد نيجاتيف 1، انا هنزل لحد من نيجاتيف، هنزل هنا لحد ادي النيجاتيف 3 اهي، هنزل من قصادها لحد نيجاتيف 1 على الواي،
واحط النقطة، يبقى دي البوينت ايه؟ البوينت سي اللي هي نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 1. طب موجودة فين؟ موجودة في الثيرد كوارت. طيب نيجي نبص بعد كده، البوينت اللي عليها الدور مين؟ 3 اند نيجاتيف 2. 3 دي اكس، نيجاتيف 2 دي واي. او ماسك 3 على الاكس اللي هي دي، وانزل منها، ما امسك ال 3 بقى كده بالقلم، مش هحط عليها نقطه، لا، يا اما هطلع منها يا اما هنزل. اه دي جاي معاها نيجاتيف 2، يبقى انا هنزل لحد نيجاتيف 2 واحط ايه؟ بوينت. في ناس بيحطوا البوينت زي اكس صغيره كده عشان تبقى باينه، بس عايزه تحطيها بوينت اللي هي كده. آه مفيش مشاكل، بوينت او اكس مش فارقه يعني، عادي. المهم يعني نحط البوينت بحيث ان البوينت لما اجي ابص لها الاقيها هنا قصاد 3 على الاكس، وهنا قصاد نيجاتيف 2 على مين؟ على الواي اكسس. اه هي قصاد 3 ومن هنا قصاد نيجاتيف 2، كده 3 كده نيجاتيف 2. تمام، يبقى كده هي موجوده فين؟ في الفورت كوارت. طيب البوينت اللي بعديها بقى دي مهمه جدا، 4 اند 0. ثانية واحدة كده، 4 اند 0، ال 4 دي موجودة، احنا قلنا ده اكس وده واي. خدي بالك ان هو اوردر بير، يعني ايه؟ يعني اوردر بير يعني مترتب، يعني ما ينفعش ان انا اقول ده واي مثلا وده اكس، مش متبادل، لازم الاولاني اكس والثاني واي على طول. اه طب 4 اند 0، ال 4 دي على الاكس اهي، ده انا اتفقت. طيب المفروض يطلع ينزل، يطلع ينزل قصاد الواي، لا هو بيقول لي زيرو، يعني لا تطلع ولا تنزل، امال نعمل ايه؟ خلاص الفور اهي، ولا هطلع ولا هنزل، يبقى نحط عليها هي نفسها. نحط عليها هي نفسها البوينت دي، البوينت اي اللي هي 4 اند 0. يبقى كده البوينت مش موجوده في الكوادرنت ده، امال موجوده فين؟ دي لايز ان اكس اكسس، او اكتب له هنا اكس اكسس، موجود على الاكس اكسس اللي هو النمبر لاين ده. طيب لو جينا بصينا على البوينت الثانيه، البوينت الثانيه اسمها ايه؟ 0 اند 4. طب 0 اند 4 دي فين؟ امسك الزيرو بتاع الاكس زي ما اتفقنا، دايما الاولاني اكس والثاني واي. فين الزيرو بتاع الاكس؟ اهو احنا بنقول بنمسك بتاع الاكس ويا نطلع يا ننزل. طب انت بتقول لي 0 لحد 4، همسك الزيرو واطلع منه لحد ال 4، فاهم؟ فدي بقت البوينت اسمها ايه؟ اف 0 اند 4. لذلك قال لك هنلاحظ حاجه، ان انا لما يكون البوينت جاي فيها 0 انا بشوفها موجوده فين؟ يعني البوينت فيها 0، سيبك من الزيرو، اسال نفسي هي ال 4 اللي جايه مع البوينت دي موجوده على الاكس ولا على الواي؟ موجوده على الاكس، نقوم حاطين على الفور بتاع الاكس نقطة على طول. طب هنا 0 اند 4، اه الزيرو مالناش دعوة بيه، الفور دي موجودة على الواي، يبقى تحط على الفور بتاعة الواي البوينت بتاعها. وكده يبقى أنا عملت بلوت للبوينتس، وتبقى دي بقى موجودة على إيه؟ على واي اكس. طيب البوينت 0 اند نيجاتيف 2، أي ممكن واحد يجيبها على طول يقول إن ده معروف إن ده اكس وده واي، يبقى كده البوينت بتاعتي موجوده على مباشره على ايه؟ على الواي، النيجاتيف 2 بتاعت الواي. فين النيجاتيف 2 بتاعت الواي؟ ادي الواي اكس ده، النيجاتيف 2 بتاعته اهي اهي، يقوم حاطط عليها البوينت على طول. يا اما زي ما قلنا هنمسك من الزيرو، الزيرو على الاكس، وانزل منه لحد نيجاتيف 2، وتبقى دي البوينت جي 0 اند نيجاتيف 2. يبقى لايس فين بقى؟ lies on y axis، lies on y axis. حليت الكويز اللي خدناه في الحصه تمام؟ هشوف بقى كويشن 3 كده، بيقول لي plot the coordinates، ده في الشيت plot the coordinates، ومديني بوينتس اللي هم مين؟ نيجاتيف 3 اند 0، وفي واحده انا ممكن اسميهم انا A B C D كده زي ما قلت لك، A ودي B بتدالي 4 و0، وسي مديها لي نيجاتيف 1 اند 5،
ودي مديها لي نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 5 اهو ماشي. هو ما انا راسم الكوردينيت بلين بتاعه اهو زي ما اتفقنا اهو، ده كده الاكس اكسس، ده كده الواي اكسس. اوكي هبتدي اشوف بقى. طيب انت بتقول لي ايه اول بوينت؟ نيجاتيف 3 اند 0. هعمل بس ايه، ادي 1 2 3 4 وهكذا. طيب وفي نيجاتيف 5 كمان، نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. طيب ماشي، اول بوينت مدالي نيجاتيف 3 عند 0. احنا قلنا سيبك من الزيرو، سيبك من الزيرو، احنا عارفين دي اكس ودي واي، يبقى انا يهمني النيجاتيف 3 موجوده على مين؟ موجوده على اكس، او حاططها على الاكس على طول. يبقى لما الاقي البوينت فيها زيرو اسيبني من الزيرو، اركز على النمبر اللي معاك. النيجاتيف 3 ده انت موجود فين؟ على الاكس، حط على النيجاتيف 3 بتاع الاكس. دي البوينت ايه؟ طب 4 اند 0 ده اكس وده واي، ماليش دعوه بالزيرو، ال 4 موجوده كده على الاكس اهي، يبقى دي البوينت بي. طيب سي نيجاتيف 1 اند 5، ادي نيجاتيف 1 على الاكس واطلع منها لحد 5 على الواي اهي، دي سي. طب دي نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 5، نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 5 يعني هنا. طيب هو بقى كده عملنا له البوينتس اهو اللي هو قال عليه. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ join the points you have plotted to form a quadrilateral، يعني وصل لي البوينتس اهو، موصلهم كده اهو كده كده ماشي. ايه المطلوب بقى؟ complete the sentence to describe the shape you have drawn the quadrilateral is a type. هي دي كانت نيجاتيف 3 اند 0 4 اند 0. طيب بس هي طبعا لو دي نيجاتيف 4 اند 0، لو دي نيجاتيف 4 اند 0 كان الكوادريلاترال ده بقى سكوير، كان بقى سكوير، ولكن هو قايل نيجاتيف 3 اند 0 خلاص. يبقى انا اقول له مثلا ان ممكن نقول ان هو نوت ريجولار. مستر مستر ثواني، يعني في كويشن 4 بيقول لي اختار لي اي 4 بوينتس اهو، هو عامل لي الكوادرنتس كده، نسمي ده اللي هو الفيرست كوادرنت نسميه بي، نسمي ده كيو، ونسمي ده ار، ونسمي ده اس. خلاص انا هختار له اي 4 بوينتس، اي 4 بوينتس يعني ممكن اعمل له مثلا ايه اهو، نكتب له طبعا الكوردينات 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا اهو، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 كده مثلا، او 1 2 3 وهنا بالنيجاتيف اهو. هتختاري اي 4 بوينتس، يعني ممكن احط بوينت هنا مثلا عند ايه 2 مع 3 اهي، اقول ان البوينت دي 2 اند 3 اهي، قصاد 2 قصاد 3 هنا، فنشوفها قصاد ايه على الاكس وقصاد ايه على الواي، ودي نسميها ايه مثلا. طب هنا مثلا ممكن اخد له بوينت زي نيجاتيف 4 اند 2 اهي، دي نيجاتيف 4 البي هنا قصاد نيجاتيف 4 وهنا قصاد 2 نيجاتيف 4 اند 2. هو ما حددليش بقى، بيقول لي اني 4 بوينتس، ممكن اختار له بوينت هنا مثلا نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 4 اهي، البوينت دي نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 4 اسميها له سي مثلا، قصاد نيجاتيف 3 هنا وقصاد نيجاتيف 4 هنا. البوينت دي ممكن اختار له 2 نيجاتيف 2 مثلا، 2 اند نيجاتيف 2 اهي خلاص دي. طيب هو بيقول لي وات دو يو نوتس، ان هم الفور بوينتس دول when you join them they make a quadrant، يعني when we join، when we join the points، هو بيقول لي what do you notice when we join the points we will have a quadrilateral، we will have a quadrilateral. بس لو وصلناهم هيعملوا لنا quadrilateral
يعني كوادراتر يعني هاز فور سايدز بس، يعني بقى ايه كده السؤال.